السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلاً بحضرتكم في هذا الحدث الملهم، في يوم نحتفي فيه بمن سلكوا طريق تقطعت فيه الرحمة بالتضامن والثقة بالتواضع والاحترام بالمساواة، القيم اللي كانت أساس لتحالف وطني يدعو للفخر بأبناء مصر اللي واجهوا بكل الإصرار تحديات التنمية، فاجتمعوا من أجل إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التحالف الأول من نوعه لكبرى مؤسسات العمل التنموي في مصر. سنة فاتت طوارت فيها الأسماء وتضافرت الجهود تحت مظلة واحدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات مصر. اتعلمنا ان ايد لوحدها مش كفاية، وان اتحادنا دايما قوة. كل مرة اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا أسرة واحدة، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيأدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح. فلذلك أنا يعني متحمسة جداً للمشروع، متحمسة جداً لأن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا إنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة، ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات المجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر، والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له مش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عندهم ميه بيضاء على العين، كنا على الخير والتحالف، خبط علينا قالوا تعكشوا، خدنا العلاج اسبوع وجو قالوا لنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضاء وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرفت نفسي عليهم، جابوا لي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائيه وصلت لملايين من الاسر في مختلف محافظات الجمهوريه. تيجي العمل على ارض الواقع
ولقاء التنفيذيين، القاعدة توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير، قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفتوا موضوع القوافل قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت تدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف ولا في سباكه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه، وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء اكتر من سنه او سنتين واحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر اشتغل ولا اقدر اوكل اولادي ولا كده. عندهم خبر اني انا راجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعيه اورمان ساعدتني في توصيله وصله المياه. الوقت الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجه بصراحه يعني، وما اعتنيش هم اي حاجه، واستلمت منهم البيت على هذا الوضع. قدرت تطلعني من اللي انا كنت فيه وبقيت انا في المكان دي دلوقتي. انا ذات نفسي مش مصدقه خالص. انا بالصدفه كنت قاعده بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم ان انا مطلقه وعندي ولدين والبيت بتاعي ما فيهوش سقف وعايزه سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس احبكوا لي خشب حتى. فبالفعل بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحة ما كنتش مصدقة خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محارة وكهرباء وسباكة وسيراميك ونقاشة وحاجات أنا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها أصلا. لما جم فتحوا الورشة دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. أنا ما كانش فيه مصدر رزق الأول خالص، فبصراحة لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويسة. عرفت التحالف إن هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معاهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم، قلت لهم أنا تعبان ما بقدرش أشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. أنا كانت مشكلتي إن الحياة كانت صعبة شوية، وجوزي كان ساب الشغل ورجع اشتغل شغلانة يعني بسيطة ومرتبه يعني بسيط، فأنا جيت هنا المؤسسة اتعلمت الخياطة واشتغلت بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية ل 600 ألف أسرة. وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز، وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. ادينا البطاطين والحفا والكلام ده كله، في رمضان الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم، من ضمن القوافل وزعنا حلاوه المولد. الناس الحقيقه اتبسطت، شنط المدارس، الناس يعني سعيده انك تلاقي في الاخر حد حس بيكي بولادك وبان احنا بلد كلنا بنحب بعض. وضم 600 ألف اسره جديده لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس، بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني. والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين. وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة، نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة، مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الاخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رايي ده مشروع رائع ان شاء الله هيجيب نتائج كويسه جدا.
صحيح أن عمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سنة واحدة بس، لكن الأرقام والنتائج اللي اتحققت في السنة دي اختصرت سنين، وده بسبب تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني. وللتعرف بشكل أكبر على حجب الإنجاز اللي اختصر الزمن، اسمحوا لي أدعو الدكتورة نهى طلعت أمين سر مجلس أمناء التحالف. سيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر، السادة ممثلي المؤسسات الدولية، السادة السفراء، السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني، شباب المتطوعين، برحب بحضراتكم جميعاً، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عام ميلادي جديد. إن شاء الله يكون عام خير ورخاء على مصر والعالم أجمع. الحقيقة يا فندم، أنا محملة برسالة شكر وامتنان من يمكن عشرات الآلاف من المنتمين لقطاع المجتمع المدني في مصر، ويمكن مئات الآلاف من الشباب المتطوع اللي الحمد لله كان جزء أساسي في نشاطنا خلال 2022، ويمكن ملايين المستفيدين الحمد لله اللي قدرنا نوصل لهم خلال سنة من العمل في كل مكان في مصر، في 27 محافظة، في أبعد نقطة كنا الحمد لله بنقدر نوصل للناس. الحقيقة يا فندم، حضرتك أتحت لينا فرصة ذهبية لعامل المجتمع المدني، والفرصة دي كان يعني يمكن الطريق ممهد إن احنا نستفيد منها بأكبر شكل ممكن بوجود الحقيقة مجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، ويمكن بعض الإجراءات اللي خلت فيه مناخ حر وداعم لتجربة العمل الأهلي في مصر. يمكن يا فندم احنا بعد اعلان حضرتك ل 2022 عام المجتمع المدني، دي كانت فرصه عظيمه ان احنا يبقى في انطلاقه لمفهوم العمل التشاركي، ان احنا كلنا نكون موجودين على ترابيزه واحده بنشتغل مع بعض. عدد من الكيانات التنمويه الهامه، احنا نفذنا يمكن التكليف باجراء حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي، نزلنا كل المحافظات، سمعنا من كل الناس، وطلعنا في الاخر لاليه ان احنا ازاي نعمل تنسيق وتعبئه للجهود بحيث ان احنا نوسع دايره الاستفاده. يمكن يا فندم البداية كانت في مارس الماضي، 13 مارس، اجتمع 24 كيان مظلة من كيانات العمل الأهلي في مصر، واتفقنا ان احنا نبتدي بحلول ان شاء الله شهر رمضان، واللي يمكن كان ليه بعض الظروف بسبب الأحداث في أوروبا الشرقية، الأحداث اللي بتحصل في روسيا وأوكرانيا، يمكن كان فيه تأثر زينا زي أي دولة في العالم. داخلين على موسم مهم وهو موسم شهر رمضان، المواطنين ليهم احتياجات معينة. الحقيقة فندم بدأنا نفكر إزاي نحشد جهودنا، ننسق العمل بشكل يكون فيه تنظيم، والحمد لله التجربة عدت بنجاح. واللي يمكن اللي شجعنا على الاستمرار هو إشادة حضرتك للعمل اللي تم ده خلال شهر رمضان في إفطار الأسرة المصرية. وفي الوقت ده حضرتك كلفت أنه بعد الانتهاء من قافلة وصل الخير واحد اللي امتدت طول شهر رمضان المبارك، أن يبقى فيه مد لمظلة الحماية الاجتماعية طوال عام 2022. الحقيقة فندم احنا بدأنا نشتغل على ده، واستهدفنا المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقاً بمجموعة من التدخلات في كافة المجالات. وصلنا الحمد لله يمكن ل 30 مليون مواطن مصري، واللي ساعدنا في ده يا فندم هو وجود قاعدة بيانات موحدة الحمد لله احنا عملناها بالتشارك. بيانات المؤسسات كلها كان بيتم رفعها بشكل مباشر على هذه القاعدة، وبالتالي بقينا شايفين ايه هي التدخلات اللي بيتم تقديمها للمواطنين. القاعدة الحقيقة كان عليها 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، عندنا خريطة واضحة لاحتياجات هؤلاء المواطنين، تم تنسيقها طبعا مع الوزارات ومع الجهات المعنية للوصول ل يعني حقيقة الأمر، ونعرف الناس دي محتاجة ايه. طبعا الحمد لله النشاط اللي تم خلال 2022 خلى يبقى عندنا طموح في استدامة هذا الإنجاز، وان احنا نوسع المظلة ويبقى في معانا كيانات اكتر. فالكيانات الحمد لله زادت انها بقت 30 كيان تنموي خدمي موجودين تحت مظلة التحالف الوطني. يمكن يا فندم كمان احنا خلال 2022 اجتهدنا نشتغل على فكرة استدامة الإنجاز، مرتبط زي ما حضرتك بتقول دايما باستدامة التمويل، فكرة الاستثمار الخيري، وان احنا نزود العائد على أموال الصدقات. فبدأنا نشتغل في موضوع الاستثمار الخيري عن طريق طبعا أوعية استثمارية الادخارية، ويمكن ركزنا أكتر على المشروعات كثيفة العمالة لأنها بتوفر فرص عمل، وده جزء من دورنا اللي لازم نقدمه.
طبعا مشروعات كثيفة العمالة زي مصانع السجاد ومصانع المنسوجات وغيرها. ويمكن أكتر ملف اهتمينا به آخر 6 شهور هو ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة دلوقتي بسلالات أخرى محسنة، يعني يبقى لينا دور كمان في هذه القضية، وفي نفس الوقت تستقطب عدد كبير من المواطنين لفرص عمل جيدة. يمكن يا فندم يعني في 2022 إشادة حضرتك بالدور الام بي المجتمع المدني والتحالف الوطني، المخرجات اللي حصلت، حالة الرضا اللي موجودة عند المواطنين شجعتنا ان احنا يبقى عندنا مجمل للأعمال اللي تمت خلال 2022. يمكن يا فندم مخرجات هذه التجربة تتلخص في ان احنا وصلنا ل 30 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه مصري، وقطاعات التدخل كانت متعددة منها الغذائي ومنها الصحي ومنها الاجتماعي ومنها الثقافي والتوعية. الحقيقة فندم كمان ما تم إنجازه ده احنا ركزنا فيه على بعض المحاور اللي فيها أرقام يعني جديرة بالتوقف. يمكن في ملف السكن احنا قدرنا نوفر سكن ل 54 ألف مواطن ما بين منازل جديدة وما بين إعادة تأهيل بعض المنازل. في بالنسبة لفرص العمل 139 ألف و500 فرصة عمل، 39500 دي كانت مشروعات جديدة، مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والمئة ألف فرصة عمل كان عن طريق تمكين صغار المزارعين وبالذات في ملف الخاص بالقمح، زراعة القمح. الحقيقة في ملف الصحة كمان احنا وصلنا بخدماتنا لخمسة مليون مواطن، في ملف الغذاء قدرنا نوصل لخمسة وعشرين مليون مواطن، وفي ملف المساعدات الاجتماعية وصلنا لعشرين مليون مواطن. طبعا في مواطن ممكن ياخد أكثر من خدمة. الحقيقة فندم في بعض المنتجات الخاصة بالتحالف الوطني اللي يمكن يعني من وجودنا على ترابيزة واحدة وفي آلية تنسيق مستمرة ما بيننا قدرنا ان احنا نخرج بيها. يمكن مبادرة ازرع دي من اهم المبادرات، وهي مبادرة غرضها تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الاراضي. ويمكن احنا ركزنا في هذا الملف على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية. بدأنا الإطلاق بمرحلة تجريبية باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح، وإن شاء الله متوقع الحصاد في مارس أو إبريل القادم بإجمالي إنتاجية إن شاء الله 3.3 مليون أردب. في ملف القوافل الحقيقة إحنا كان عندنا قوافل ستر وعافية، وهي قوافل شاملة بتروح على المحافظات المختلفة، بتنزل في القرى وفي المراكز، بتقدم مجموعة من التدخلات كاملة كل المواطنين ممكن يكونوا بيحتاجوها، صحية وغذائية واجتماعية وغيرها. استهدفنا 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور من 2022. كان عندنا طبعا اهتمام خاص بفكرة إحياء تاني الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد القومية، ويمكن احنا يعني قلنا ان ده جزء أساسي من الثقافة المصرية، وانه ايا كانت الضغوط الاقتصادية على الأسر ولكن هم من حقهم جدا يبقى عندهم هذه الفرحة الخاصة بالمواسم الدينية. واستهدفنا في المواسم خلال 2022 25 مليون مواطن مرتبين في نسق أسر تقريبا 5 مليون أسر. الحقيقة يا فندم احنا كل اللي قمنا بيه لقينا ان في ربط مباشر بينه وبين محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واللي تم إطلاقها في آخر 2021. يمكن الحق في الغذاء، الصحة، الماء النظيف، الحق في الضمان الاجتماعي، كلها حقوق تم توفيرها من خلال التدخلات اللي قدمناها. ويمكن يا فندم إحنا في 2023 يعني ارتفع سقف طموحنا، ويعني بإذن الله الخطة المستهدفة هتكون تكلفتها 14 مليار جنيه مصري. بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادي ويمكن احنا بادئين بيه لانه دايما حضرتك بيبقى فيه هدف هو اخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقر وعدم اعتمادهم على المساعدات. احنا عندنا 50 ألف مشروع جديد ان شاء الله بصدد تمويلهم، 30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل بصدد ان احنا نمولهم عشان المشروعات دي تتطور، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف. ده بالإضافة إن شاء الله للتوسع في ملف زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تنمية 500 ألف من صغار المزارعين، جاري إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهم الآن يا فندم. فيما يخص ملف الغذاء يا فندم إن شاء الله احنا بنستهدف 1.5 مليون مواطن مصري بشكل في استدامة تغذية شهرية، دي إن شاء الله تبقى مسؤوليتنا، بالإضافة ل 25 مليون مواطن اللي بيستفيدوا معنا بالتغذية الموسمية في المناسبات المختلفة. فيما يخص ملف الدعم النقدي إن شاء الله إحنا بنستهدف 400 ألف أسرة تستفيد معنا بشكل مستمر من المعاشات النقدية، ده بالإضافة لمليون أسرة الدعم النقدي الموسمي.
في ملف الصحة إن شاء الله استهداف 5 مليون مواطن بتدخلات صحية مختلفة، بالإضافة لمليون مواطن حنيتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف. ده بالإضافة ل 600 مليون جنيه مصري هم دعم للمستشفيات الحكومية سواء في الصحة أو في التعليم العالي. طبعاً بالنسبة لمحور المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة، احنا الحقيقة رصدين له مبلغ ان شاء الله 2 مليار جنيه واستهداف 250 ألف مستفيد. الحقيقة فندم احنا عندنا يمكن بعض الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للسبع سنين اللي جاية، وبإذن الله احنا يعني أول هدف بالنسبة لنا هو إخراج أكبر عدد نقدر عليه من المواطنين من دائرة الفقر. يمكن تاني وأهم هدف عندنا هو استكمال هذه التجربة اللي بتعود تجربة منفردة، وتجربة هي الأولى من نوعها، يعني تم رصد كل أدبيات التنمية، لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من دول العالم بشكل مستدام. فإن شاء الله نستمر في هذه التجربة ويبقى عندنا مظلة حماية اجتماعية تقدر أنها تستوعب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج. ده بالإضافة يا فندم أن يتم زيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الخمس سنوات القادمة بميزانية 200 مليار جنيه. والحقيقة إحنا بندرس التوسع في ملف الاستثمار الخيري، جذب تمويل خارجي لمزيد من المشروعات التنموية اللي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة طبعا مع الحكومة. الحقيقة في عندنا بعض الإجراءات التنفيذية اللي أخذناها عشان يبقى عندنا ما يؤهلنا لتنفيذ هذه الأهداف. فكرة توسيع مظلة التحالف إنه هو دلوقتي بقى فيه 30 كيان تنموي وخدمي هام جدا. الحقيقة كمان في تنسيق مباشر مع كافة الوزارات من خلال بروتوكولات تعاون مختلفة وتبادل واضح في البيانات. انتشارنا الجغرافي كمان بيؤهلنا لذلك، احنا موجودين في 27 محافظة كافة مستويات التنظيم الإداري. الحقيقة احنا عندنا 258 مكتب مرتبطين بشبكة جمعيات قاعدية بتتجاوز 24 ألف جمعية قاعدية. موجود عندنا 5688 نقطة ارتكاز وتخزين سلع، وده يمكن يا فندم الانتشار الجغرافي لجمعيات التحالف القاعدية. احنا موجودين في 27 محافظة بتوزيع متوازن جدا، الحمد لله احنا موجودين حتى في الأماكن النائية والمحافظات الحدودية. الموارد البشرية كمان يا فندم اللي بتؤهل التحالف ان شاء الله للقيام بهذا الدور، احنا عندنا 18600 موظف وعامل بيتقاضوا اجور من مؤسسات التحالف واغلبهم من حملة المؤهلات العليا. عندنا خلال 2022 وده برضو من الارقام الجديرة بتوقف 251 الف متطوع مشارك سواء تحت مظلة مؤسسات التحالف او مؤسسات وجمعيات قاعدية، وعندنا 76 ألف متطوع منتظم، وعندنا 14 ألف من قادة التطوع وهم شباب بيقدروا يحشدوا شباب يعني تحت مظلتهم للتطوع. الحقيقة فندم المتطوعين اللي شاركوا خلال 2022 251 ألف متطوع هم قدموا لنا أغلى ما يملكوا وهو الوقت، وإحنا لما حصرنا عدد إجمالي الساعات التطوعية اللي هم قدموها لقيناها 39 مليون ساعة تطوع. يمكن ده وفر علينا إنفاق حوالي ما يقارب 56 مليون جنيه مصري، لأن الخدمات اللي قدموها يمكن لو كنا عملناها عن طريق شركات متخصصة كانت هتكلفنا فلوس أكتر من كده. الحقيقة فندم احنا يمكن كمان بنتميز ان العباءة المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني هي عباءة مرنة وخاضعة يعني لأقصى درجات ومعايير الحوكمة عشان نقدر نستفيد بكل جنيه ويروح للمستحقين والمستفيدين، وبيتم مراجعة ده بشكل دوري منتظم. كمان يا فندم الحقيقة احنا وجود المنظومة الرقمية الموحدة للعمل الأهلي التنموي، والحقيقة احنا بس في شهر رمضان المبارك تفادينا تكرار اعطاء 213 ألف منحة بسبب استخدام هذه المنظومة الرقمية. كان كمان تنسيق اعطاء الدعم الشهري مع وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المختلفة تفادينا تكرار بعض الأسر، وكمان بقينا نقدر نحصر مين المواطنين اللي بيحصلوا على دعم موسمي. ويمكن دي يا فندم بعض الصور من بعض الإحصائيات سواء الإجمالية أو الجمعيات أو المستفيدين أو تحليل البيانات عشان نقدر نبقى شايفين المواطنين بشكل أفضل. كمان بقى في خاصية داخل هذه المنظومة أنها منظومة تفاعلية، أي مؤسسة تقدر تضيف بيانات المستفيدين عندها عشان نقدر نشوف أو نرسم خريطة واضحة للعمل الاجتماعي في مصر ويتم قياس أثر ما نقوم به من جهود تنموية. الحقيقة فندم كمان البرنامج الوطني لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني احنا ان شاء الله هنعمله هنفذه بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. عندنا الحقيقة بنخطط خلال 2023-2024 نقوم بتدريب إجمالي عدد 1000 جمعية متوسطة عشان هم ينقلوا هذا التدريب إلى باقي الجمعيات القاعدية الموجودة في
كل المحافظات، وده نابع من مسؤوليتنا تجاه هذه الجمعيات يا فندم. هي مش هينفع تظل مجرد أزرع تنفيذية بتقدم نشاط مرتبط بخطط الجمعيات الكبرى، لازم يكون عندهم خطط مستقلة وجهود تنموية مستقلة. الحقيقة فندم كمان احنا عايزين نطور من أدائهم، لأنهم بيحتكوا في المواطن مع المواطن في أكثر الملفات المهمة، التعليم والصحة وخلافه. كمان يا فندم احنا ان شاء الله يعني بندعو حضرتك لمشاركتنا في يمكن اكبر حدث للحمايه الاجتماعيه باذن الله في شهر مارس القادم بمشاركه 50,000 متطوع، ويمكن احنا مهتمين جدا حضرتك تنورنا في هذا الحدث الهام لتعبئه 4 مليون كرتونه، وان شاء الله باليوم ده نكون بنكسر كل الارقام القياسيه. واحنا بنشكر حضرتك مره تانية يا فندم على الدعم المستمر للمجتمع المدني وكل العاملين بيه. الف شكر لحضرتك. لما الدنيا كلها عدى عليها السنين العجاف، مصر هي اللي قدرت تكون حصن الأمان، وخيرها خلى الدنيا تعدي من الأزمة. عشان كده فكرة الأمن الغذائي طول عمرها أولوية، وجودة الغذاء هي دايماً خطوتنا الأولى في ملف التنمية. وللتعرف أكتر على جهود التحالف الوطني في هذا الملف، نستمع إلى الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معالي السادة النواب، السادة الوزراء، والسادة قادة منظمات العمل العام المصرية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن التحالف والقطاع بأكمله، أحب أكد لحضراتكم النهاردة ولكل المصريين أن القطاع المدني قطاع حي وقطاع قوي وقطاع مصمم على القيام بكل ما يلزم لتحقيق رسالته، وإحنا ما بنشتغلش لوحدنا. القطاع المدني المصري ما بيتحرك كل يوم، وذات أعضاء التحالف إحنا بنحرك معانا عشرات الألاف من الجمعيات القاعدية المنتشرة في كل مكان على أرض مصر، وملايين من المصريين الذين يزيد دعمهم للقطاع المدني بشكل ملحوظ وكريم عام تلو الآخر، وسواعد يمكن مئات الألاف من الموظفين والمتطوعين اللي بيسخروا حياتهم لإضفاء قيمة في حياة الناس في هذا القطاع. أنا سعيد وفخور أن أنا موجود النهاردة معاكم ومع زملائي بالتحالف، وسعيد وفخور أني أكون بصحبة مجموعة جميلة وكريمة من السادة المستحقين شركائنا اللي ربنا كرمنا بخدمتهم وخدمة البلد معاهم. كل سنة وحضرتك طيب يا رئيس، وكل سنة وكل حبايبنا المصريين بكل خير وصحة وسلام. سنة 22 كانت سنة فارقة في تاريخ القطاع المدني المصري. في سنة 22 حضرتك رئيس أعلنته كعام للمجتمع المدني، وده يعني بكل صدق خلانا كلنا فخورين أننا شغالين في هذا القطاع. وثانياً سنة 22 كانت سنة نشأة التحالف، قرابطة نشأت على الحب والرغبة الصادقة في خدمة الإنسان. أنا فخور بفكرة التحالف، وفخور بالصداقات اللي أنا عملتها في التحالف، وفخور ان احنا ربنا قدرنا ان احنا نخدم مع بعض ونثبت اننا نقدر فعلا نشتغل مع بعض كوحدة واحدة، قلب واحد وعقل واحد وايد واحد لخدمة بلدنا. والسنة دي الحمد لله ربنا كرمنا بخدمة اكتر من 25 مليون مصري عبر اكتر من 3000 قرية مصرية في 27 محافظة في قضية الامن الغذائي. واحنا نفذنا ده بخطة منضبطة علميا ومتسقة بدقة مع الاطار الاممي لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً للهدف الثاني وهو هدف القضاء على الجوع. والخطة بتاعتنا مبنية على ثلاث محاور. المحور الأول هو محور تأمين الغذاء، وخدمنا فيه حوالي 24 مليون مواطن بأكثر من 60,000 طن من المواد الغذائية. المحور ده بيركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل للحماية الاجتماعية مثل أنظمة التموين، دعم الخبز والتحولات النقدية، ونسعى فيه بشكل شبه حصري إلى خدمة الأسر الغير قادرة على العمل أو الذي يصعب عليهم العمل، مثال السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، كبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة كبيرة في العمل. وما يعنينا في هذا المحور مش مجرد إشباع للأسرة، لكن احنا بنحاول نقدم حصة غذائية متوازنة وآمنة،
وتستجيب لتفضيلات الطعام الفريده لدى المصريين. غذاء يعني لو هتكلم يعني ببساطه شويه يقدر يطمن الام على اولادها ويقدر يديها مساحه في عقلها انها تفكر احسن في صحتها وفي تعليمها وفي صحه اولادها وتعليمهم. وثانيا محور الوقايه. محور الوقايه احنا خدمنا فيه اكثر من 37,000 طفل عبر اكثر من 10 محافظات، وبنتدخل في المحور ده عبر ثلاث نقاط رئيسيه للتدخل. النقطة الأولى إحنا بنتدخل في بداية فترة الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، ودي نافذة التدخل يعني اللي بيطلق عليها النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية. وبنحرص هنا أن الأم يكون عندها الغذاء والوعي الكافي لمرحلة دقيقة جداً من عمرها ومن عمر الجنين، مرحلة يمكن بيتحدد فيها بشكل كبير مسار هذا الطفل وطموحاته وخياراته في المستقبل قبل حتى ما يجي الدنيا. وبعد كده بنكمل مرحلة الحضانات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ووصولاً إلى التعليم الرسمي الابتدائي والإعدادي بوجبة غذائية ساخنة يومياً معدة خصيصاً لكل فئة عمرية. الوجبة دي بتوفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، سواء من سعرات أو من مغذيات كلية وجزئية مصممة بدقة لتحسين مستويات النشاط البدني والتحصيل الدراسي وضمان إن شاء الله جيل صحيح بدنياً وذهنياً لبلدنا. والآن بعد إذن سيادتكم يا فندم ننتقل إلى بث مباشر من أحد المطابخ المركزية لبنك الطعام المصري، وهو مخصص لخدمة مدرسة دمرداش للتعليم الأساسي بالشراكة مع وزارة التعليم التربية والتعليم إلى جانب التغذية اليومية لأكثر من 800 طفل في الحضانات الأهلية لمنطقة الأسمرات بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. السلام عليكم يا محمود، تفضل. شكرا يا محمود، كتر خيرك. وثالثا محور التمكين سيادة الرئيس، وساعدنا فيه بالفعل اكثر من 71,000 مزارعة ومزارع مصري عبر أكثر من 71,000 فدان من أرض مصر الطيبة. المحور ده إحنا بنقتبس فيه آلية من آليات القطاع الخاص التي تعتبر من الأعيرة الذهبية للمسؤولية المجتمعية، وهي آلية العمل الشمولي أو Inclusive Business. فهذه الآلية إحنا بنحاول إن إحنا ندمج المستحقين القادرين على العمل بداخل سلاسل الإمداد للكيانات الخيرية، وده بيقدر يخلينا نديهم بديل كويس جداً عن المساعدات المباشرة. كمثال احنا في بنك الطعام قمنا يعني حطينا KPI يعني صارم للغاية، ان احنا على مدار 3 سنين هنكون حولنا اكتر من 80% من مشترياتنا مباشرة من صغار المزارعين والموردين، وده طبعاً بيخلينا نقدر نضمن للناس سوق عادل وسوق مستقر وسوق متوقع، وفي نفس الوقت إحنا بنقدر نشتري أرخص، فبنقدر إن إحنا نخدم ناس أكتر لما نوفر بهذه الطريقة. وأخيراً كما نركز على تكثيف حجم العمل، فإننا نطور أيضاً من أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير كيفية العمل. وفي معامل المجتمع المدني أطلقنا ميثاق شرف خدمة الإنسان ووثيقة حقوق المستحق المصاحبة له، ويعد هذا الميثاق بمثابة دستور للعمل بين بنك الطعام المصري والجمعيات الشريكة، واليوم نعمم هذا الميثاق عبر التحالف لنحدد بدقة كيف نعمل وليس فقط ماذا نفعل. ويقوم ميثاق شرف خدمة الإنسان على 5 ركائز أساسية. أولاً، أن يتم تحديد الفئات المستحقة حسب معايير علمية دقيقة دون أي تدخل لأي مشاعر أو معارف شخصية، فتكون البيانات المدققة هي المحدد الوحيد للاستحقاق. وثانياً، أن نكافح الوصم الاجتماعي
لتظل الأولوية الأولى هي احترام كرامة الإنسان، فنعامل المستحقين تماماً كما نعامل أقاربنا وكما نحب أن نعامل. ثالثاً، أن نلتزم بمعايير التنمية الاحترافية، وهي أولاً تقديم الخدمات والبرامج حصرياً وبقدر الإمكان استناداً على الأدلة العلمية، وثانياً ضمان للمستفيدين من الخدمة المجانية كافة الحقوق التي تكون لأي عميل لأي خدمة في أي قطاع، ورابعاً أن نتجرد من كافة أشكال التمييز قاصدين هدف واحد هو خدمة أي إنسان مستحق على أرض الوطن، وخامساً وأخيراً أن نلتزم في كل أعمالنا بالنهج التنموي القائم على ضمان حقوق الإنسان، والذي ينص صراحة على أن المستفيدين هم أصحاب حقوق والعاملين بالقطاع هم مكلفين بواجبات لتلبية تلك الحقوق. وختاماً سيادة الرئيس، ماذا بعد؟ سنكثف العمل على كافة المحاور، وهدفنا أن نصل إلى 1.5 مليون مواطن بشكل شهري منتظم لضمان الحماية الاجتماعية، و 25 مليون مواطن بشكل موسمي هذا العام إن شاء الله. وهدفنا أيضاً أن نعمل على تحسين كفاءة الخدمات كما نعمل على حجم الخدمات، وسنطلق إن شاء الله العام الحالي من مختبر أبحاث بنك الطعام المصري نتائج أول دراسة بحثية منضبطة قمنا بها مع واحدة من أكثر الجهات مصداقية في العالم في مجال أبحاث الغذاء، لنحدد بالضبط فيها التكلفة المثلى بلا زيادة ولا نقصان التي توفر الأمن الغذائي للمستحقين. وسنعمل أيضاً على تطوير أكثر لرقمنة نظم الحوكمة، وتحديداً في مجالات الشفافية، إثبات الاستحقاق، وإثبات استلام الخدمات بدون التأثير تماماً على سرعة أو حجم تسليم الخدمات. وأخيراً احنا بنحلم يا رئيس ان احنا يكون لنا دور كبير في حلم يعني كبير قوي شخصي عندي وعند القطاع كله، ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي لبلدنا من القمح، وهنحاول ان شاء الله نسعى في الهدف ده على قد ما نقدر، وهو هدف كبير جدا. بس انا باكد لحضرتك يا رئيس ولكل المصريين ان انا على مدار حياتي في القطاع ده المجتمع المصري كل ما بيجي عليه اي نوع من انواع الضغط الخير اللي جواه بيزيد، سواء من الافراد او سواء من الشركات. وانا هقول هنا بكل صراحه شديده يعني الطبيعي حتى في اي ادبيات للقطاع الخاص في اي حاجه في الدنيا ان الموازنات المسؤوليه الاجتماعيه بيقولوا عليها موازنات متطايره، فهم اول حاجه لما بيتزنقوا بيقوموا قصينها، بس اللي بيحصل في البلد دي العكس تماما، ان كل ما بيحصل اي ضغط على الافراد او على القطاع الخاص الخير اللي جواهم بيزيد سنه ورا سنه، ودي حاجه فريده جدا في مصر. جزاكم الله خيرا جميعا. بكرر شكري واعتزازي لدعم سيادتكم المتصل ودعم كل إنسان على أرض مصر لقضايا المجتمع المدني. وأختم حديثي يعني إن كان الأقربون أولى بالمعروف، فجامعات مصر يا رئيس هتفضل دايماً هي الأقرب لكل إنسان على أرض مصر مهما كان بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنمية المجتمعات بتبدأ من تنمية الإنسان والاهتمام بصحته، ولا شك إن صحة الإنسان هي الاستثمار الأهم من أجل المستقبل. عشان كده ما نقدرش نقول إننا نفذنا عمل تنموي متكامل بدون وجود خطوات فارقة في ملف الصحة. استهدفت توفير الخدمات الإنسانية للمرضى من خلال جهود الدولة واللي تعززت بجهود التحالف الوطني، وهتقدمه الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبي للتحالف. فخامة السيد رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء الإمام الأكبر، السادة الوزراء، الحضور الكريم، أتقدم لسيادتكم بالتهنئة بالعام الجديد أعده الله علينا وعلى المصريين جميعا بالخير والطمأنينة. أشرف اليوم فخامة الرئيس بتقديم موجز عن إنجازات التحالف في المجال الصحة والجهود المبذولة لسد الفجوة في الخدمات الصحية المقدمة. هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الوطني على هدف واحد، وهو الخدمة الصحية تحت مظلة التحالف. اهتم التحالف بقطاع الصحة وخصص له ما يزيد عن ثلث ميزانيته لدعم الخدمات الصحية في الدولة. في قاعدة عريضة موجودة في المجتمع المصري من المؤسسات اللي بتساهم في الخدمات الصحية تم التعاون معها في التحالف، وتم من خلالها ومن خلال أكثر من 3000 جمعية قاعدية والتواصل مع 310 معمل وصيدلية
وجود أكتر من 60 مستشفى متخصص ومعهد متخصص بالإضافة إلى الكيانات البحثية في تقديم خدمة عريضة وصلت لخمسة آلاف خمسة مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 4.9 مليار جنيه. الحقيقة وفقاً للتوجيهات السياسية في الدولة وتوجيهات حضرتك الاهتمام بالصحة كان على أولوياتنا، وإن المريض المحتاج بيلاقي اللي جنبه يمدله إيده، وإن إحنا دايماً بندور على تحسين مؤشرات الصحة. الفئات المستهدفة ما كانتش فيه فئة مستثناة، فالكل في دائرة اهتمامنا وبؤرتنا بداء من المرأة والأطفال والكبار وذوي الهمم. اسمح لي سيادة الرئيس أقدم باختصار شديد حصاد 22 في مجال الصحة. من أهم الأنشطة اللي بيقدمها التحالف القوافل الطبية. قوافل الطبية نوعين، قوافل طبية علاجية وقوافل طبية توعوية. في العام الماضي قدرنا نعمل 3594 قافلة استهدفت حوالي 1,360,000 مواطن بتكلفة وصلت 350 مليون جنيه. الغرض من القوافل ان احنا كنا بنوصل لجميع بقاع مصر وخاصه المحافظات الحدوديه والاكثر احتياجا، حلايب وشلاتين سيدي البراني النوبه. القوافل دي كانت بتبقى قوافل شامله، بنعمل حسابنا ان الفريق يروح يقعد 3-4 ايام يشوف يناظر اكبر عدد من المرضى وبيقدم لهم العلاج اللازم. حضرتك لما كانت القوافل دي بتنزل القرى كان منظر عينين الناس وهم شايفين الناس رايحين لهم بيبقى فيها شيء من الامتنان والفرحه، وبيقولوا لنا انتوا حاسين بينا، انتوا جايين كل المسافه دي عشان تعالجونا. الحقيقه القوافل بتدي شيء من الطمانينه وخاصه في الاماكن الحدوديه. مش بنعتمد بس على ان احنا نقدم خدمه طبيه في صوره قوافل شامله او قوافل متخصصه، احيانا بيكون المريض مش هينتظر ميعاد القافله فبيتم التواصل باحد مؤسسات التحالف وبيتم نقل المريض للمستشفيات الحكوميه او مستشفيات التعليم العالي الجامعي وبتقدم الخدمه وبيرجع تاني، ودي بتسمى قوافل العلاج الجاد. في جانب توعوي هام جدا، بنستغل وجود القافله وبنبدا نعمل توعيه صحيه للاسره والام عن التغذيه السليمه وان ازاي تحمي اولادها واسرتها من الامراض، لان ما زالت ودايما هيظل الوقايه خير من العلاج. التوعيه الصحيه الحمد لله قدرنا نوصل ل 2.5 مليون مواطن، وقدرنا نوصل بفكر التوعيه والثقافه الصحيه. الأنشطة بتتم في التحالف ومؤسساته عن طريق حوالي 60 مستشفى متخصصة ومستشفيات القلب ومستشفيات الأورام والعلاج الكبد. قدرنا نقدم حوالي 1,930,000 خدمة بإجمالي 2.6 مليار جنيه. المراكز الصحية لها دور هام في تقديم الخدمة الصحية لأن دي اللي موجودة على مدار اليوم ومنتشرة في ربوع مصر. عدد كبير من هذه المراكز الصحية تتبع مؤسسات التحالف، وحتى المراكز اللي ما كانتش تتبع مؤسسات التحالف فبيتم دعمها من التحالف عن طريق تقديم الأجهزة والمستلزمات والأدوية. قدمنا كل ده ومش قادرين ننسى برضو ان يتم دعم المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية، فتم تقديم دعم يصل الى 110 مليون جنيه في صورة ادوية ومستلزمات ومستهلكات. في أنشطة أخرى، في تميز بيبقى دايماً لكل مؤسسة، ففي مؤسسات بتدعم العلاج المرضى، في مؤسسات بتكفل بعض الأسر اللي العائل فيها بيكون مريض ومش قادر، في بعض المؤسسات بتميل إنها تقدم الأجهزة التعويضية وأجهزة الأذن، أو إن إحنا زي ما أنشأنا شبكة ربطت البنوك الدم. كل دول عشان يتم اتساق وقت التفاعل بينهم، ده التحالف ساعدهم جدا لأنهم دايما بيبقوا شايفين الخطط المستقبلية لبعض عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المحتاجين. مرضى الأورام ده ملف هام جدا بيحظى برعاية شديدة في التحالف ومؤسساته، وخلال الفترة السابقة تم تقديم 1,930,000 خدمة لحوالي 680,000 مستفيد بتكلفة تصل إلى 1,635,000,000 جنيه مصري. طبعا دي مستشفيات الاورام اللي تتبع التحالف.
أمراض القلب وهو ملف هام جدا، وخاصة أمراض قلب الأطفال والكبار والتدخلات الجراحية والتشخيصية، تم العام الماضي خدمة تقريبا 87 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 875 مليون جنيه مصري. في دعم للقطاع بصورة غير مباشرة، مش لازم يعني جزء رايح للمريض، ولازم دايما نعي رفع قدرة الأدائية للستاف اللي شغالين في هذه المراكز والمستشفيات. فبيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية، والجديد الحقيقة برضو في مؤسسات التحالف إنهم بقى على وعي بدور البحث العلمي في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة. ده كان اختصار للإنجازات، ولكن سقف طموحنا إن شاء الله في 2023 عشان نفرح ربنا كبير إن إحنا نقدر نغطي 6 مليون مواطن ونقدم دعم للشركات الجامعية والحكومية 600 مليون جنيه، ويبقى دور فعال للتحالف في تقديم الخدمة الصحية لمشروع أسرة صغيرة. اسمح لي يا فندم، كان نفسنا النهاردة ننقل كذا نشاط من الأنشطة في مصر، ولكن لضيق الوقت هننقل قافلة من الفيوم. فضل يا أحمد. شكرا جزيلا يا احمد، شكرا جزيلا فخامه الرئيس، ويا رب ينعم على المصريين جميعا بحياه صحيه سليمه وامنه. شكرا. قدره الانسان على الانتاج هي الضمانه الوحيده لاستدامه العمل التنموي. ده اختصار بسيط لرؤيه التحالف اللي شافت ان المساعده الحقيقيه إنك تتعلم إزاي تساعد نفسك وأسرتك ومجتمعك، وإن تحسين جودة حياة المواطن بتبدأ من المواطن نفسه ومن استغلاله لقدراته. والرؤية دي انعكست على أرض الواقع وحققت إنجازات صنعت الفرق في حياة آلاف الأسر، وده هنعرفه أكتر مع أستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، السادة الوزراء وجميع السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا رئيس هعرض على حضرتك ملف مهم جدا ومحور مهم جدا بيشتغل عليه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحور التمكين الاقتصادي. الهدف من التمكين الاقتصادي هو نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، وتوفير حياة كريمة تليق بمن يستهدفهم التحالف الوطني من الفئات الأكثر احتياجاً. وكان لابد من إحداث أثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل بما يضمن لهم عوائد تنقلهم إلى مرحلة التمكين. فالتنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بالتحرك نحو التمكين الاقتصادي، لأنه ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة والفقر والدخل وجودة الحياة، وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد المصري، ويضمن تنوعه ومرونته في مواجهة الأزمات. وتماشياً مع جهود الدولة المصرية لتوطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال أعضائه إلى إحداث التمكين الاقتصادي في كافة محافظات مصر، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً، رصد احتياجات كل محافظة
الميزة التنافسية التي تتيح لأعضاء التحالف الوطني دعم المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر، إتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل لتعظيم الفرص المتاحة. المحاور الأساسية للتمكين الاقتصادي هي 5 محاور. أولاً، التمويل ويتم من خلال الدعم اللازم للمشروعات المستهدفة. ثانياً، التدريب ويتم من خلاله تدريب الفئات المستهدفة لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم. ثالثاً، التشغيل ويتم بتنفيذ المشروعات ومتابعتها المستديمة وحل مشاكلها ثم الإنتاج مما يؤدي إلى تحقيق الاستدامة. ومن النتائج يا فندم اللي تحققت على أرض الواقع في ملف المشروعات الصغيرة عام 22، نفذنا على أرض الواقع 39,500 مشروع بتكلفة إجمالية 1,185,000,000 جنيه. عندنا يا فندم تنوع في المشروعات اللي بنقدمها للمستفيدين، وعلى سبيل المثال مشروع كشك البضاعة اللي بنسلمه لإخواننا من ذوي الهمم والفئات التي ليس لديها حرفة معينة. تم يا فندم خلال 22 تسليم عدد 570 مشروع كشك بضاعة بتكلفة إجمالية 14,250,000 جنيه. وأهم ما يميز هذا المشروع أنه يوفر على الأقل فرصتين عمل، وتكلفة تنفيذه أقل بكثير من إيجار المحلات، وكذلك يسهل تواجده في مناطق مختلفة نظراً لصغر حجمه. طبعاً ده يا فندم بيتم تسليمه للمستفيد شامل البضاعة بعد أخذ جميع التراخيص اللازمة من مراكز المدن أو الأحياء، وموافقة السادة المحافظين على تنفيذ هذا المشروع في أماكن بعينها. ويوجد أيضاً مشاريع أخرى في نفس السياق زي مشروع البقالة والمكتبة ومحلات بيع الملابس، ورشة نجارة، ورشة حدادة، ورشة خياطة. عندنا كمان يا فندم مشروع رأس الماشية، مشروع تربية الدواجن، مشروع مراكب الرز، مشروع تجفيف الطماطم واستدامة الحرف اليدوية. وصلنا لتقريبا 38,000 مشروع، 930 مشاريع صغيرة منتجة بتكلفة تقريبا 775,000,000 جنيه. ملف الثاني يا فندم وملف مهم جدا في محور التمكين الاقتصادي وهو التدريب. يعتبر التدريب هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى التمكين، ولذلك تم تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية المختلفة للفئات المستهدفة من الكبار والشباب رجال ونساء من أصحاب المشروعات لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم ولتبادل الخبرات. وقد تم تمويل هذه الفعاليات التدريبية سواء كانت حرفية أو إدارية أو للتأهيل لسوق العمل بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 4,000,000 جنيه. كذلك تم يا فندم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالثقافة المالية والمصرفية، وكذلك تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول إلى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ضمن أعمال مشروعاتهم. وتم ذلك في عدد من المحافظات هي الشرقية والأليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط والأقصر. واستمراراً لمسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة المصرية، فإننا نستهدف إن شاء الله يا فندم في عام 23 أننا نسلم وننفذ 55,000 مشروع صغير بتكلفة مالية تقريباً 1,650,000,000 جنيه. وطبعاً يا فندم طبقاً لتوصية حضرتك في شهر يونيو الماضي بالتوسع في السلالات المحسنة من الثروة الحيوانية سواء تسليمها لصغار المربين أو تربيتها داخل مزارع، احنا إن شاء الله يا فندم عندنا النموذجين إن شاء الله نفذناهم، وبنوعد حضرتك إن شاء الله خلال 23 أننا نوصل لمئة ألف راس محسنة إن شاء الله إن شاء الله. ومعنا دلوقتي بث مباشر من أحد مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لأحد أعضاء التحالف الوطني، فندم هيعرض لحضرتك. تفضل يا فندم، تفضل عرف نفسك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أنا دكتور رضا سكر الرئيس التنفيذي للمزارع وفرة المملوكة لإحدى مؤسسات التحالف الوطني. إحنا يا فندم عندنا في المزرعة 1,500 راس أنقص، ودي سلالة من أحسن سلالات تحويل اللحم في العالم. وعندنا في المزرعة 2,000 راس حلاب هولشتاين، ودي أعلى سلالة في العالم لإنتاج الألبان. وعندنا سيمنتال اللي هي بتشتغل ثنائي الغرض، بتنتج لحمة وبتنتج لبن في نفس الوقت. ده يا فندم يعتبر أول نموذج لاستكمال تنفيذ تكليف حضرتك بإحلال السلالات. وبإذن الله في 2023
التحالف الوطني بصدد استكمال تنفيذ مشروع المئة ألف رأس حلاب لصغار المربيين، وبنطمن سيادتك بأن التحالف بيعد مشروع متكامل زراعي إنتاج حيواني صناعي لتنفيذ المبادرة وزراعة الأعلاف واستيراد السلالات الأجنبية وتحسين السلالات المصرية وتطوير مراكز التجميع ومصانع الألبان. وبتعاون مثلث التنمية الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هننفذ المبادرة في أقل فترة زمنية إن شاء الله. وشكرا لسيادتك. شكرا دكتور رضا. هستأذنك يا فندم، معانا نماذج من المستفيدين استفادوا من مشروعات صغيرة، يتفضلوا بس معانا يعرضوا على حضرتك نماذج المشروعات اللي استلموها من أعضاء التحالف. أنا رضا رجب حسن من قرية بنجاس محافظة بنسويف. مشروعنا عايشين بخير، من خلال المشروع عاملين صندوق الدخار في 20 ست، جمعت منه 10 ستات وعملت مجموعة، خدنا منه قرض وأجرنا فدان أرض، زرعناه بطاطس وقفنا مع بعضينا في كل احتياجات والتزامات لحد ما الزرع جاء على الحصاد، عرضناه على التاجر قال هاخده ب3200، خدناه احنا وديناه المصنع بعناه ب4800. لفت السنة وسعنا المشروع، احنا العشرة خدنا فدانين ونص وعملنا تحتينا 6 مجاميع، 45 ست وبيشتغلوا بايديهم زين، ورحنا تعاقدنا وجبنا لهم التجاوي، واحنا الفدانين ونص هنزرعهم فول قمح وفول مدار السنة، وتعلمنا حاجات حلوة من المدرسة اللي كنا بنحضرها، نوفر في المية ونوفر في السماد ونوفر في التكلفة. وشكرا، تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سياده الرئيس. انا بعرف نفسي، انا دليل الحسيني من محافظه الجيزه مركز البدرشين. انا جايه بحكي حكايتي للعالم كله، واتمنى ان الناس تستفاد منه زي ما انا استفدت منه. التحالف الوطني وفر لي فرصه عمل، لان انا كان صعب لي اي شغل بسبب ظروف ولادي. وفر لي فرصه عمل، جاب لي انوال ودربني عليها، وفتره التدريب كان بيديني كمان اجر يومي. بعد ما اتدربنا جابوا لنا الانوال، سلمونا 10 ستات انوال في بيوتنا الدفعه الاولى، وجابوا لنا الخيوط على حسابهم، وكمان وفروا لنا فرصه العمل، فرصه التسويق، بقوا ياخدوا مننا الشغل وبيسوقوا بمعرفتهم وبيعرضوه في معارض كبيره، وانا بقيت فرحانه بالشغل ده قوي. وكمان بدرب جوزي معايا وبدرب ولادي، واتمنى زي ما انا استفدت من الموضوع ده الناس كلها تستفاد منه. وشكرا يا رئيس. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الخير يا رئيس، كل سنه وانت طيب. أنا سمير محمد زغلول من صملنود الغربية. أنا استلمت كشك وربنا يوفقني وأقدر أشتغل فيه وكافح وأنجح، ويا رب مصر تكون سمعاني وتنجح زينا. وكل سنة وأنت طيب يا رئيس. صباح الخير كابتن ريا. أنا كمل محمد البدوي من الدقهلية مركز شربين قرية بنطاق كرم الدين. أنا استلمت مركب بعدته بشبكه بحاله، والحمد لله والشكر لك يا رب، ربنا يرزقني منه ويرضيني منه، وبعرف إن أنا أوفر منه وأربي عيالي، والحمد لله رضا يا رب من عندك، والشكر لك يا رب. ألف شكر سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حنان محمود إبراهيم من ببه، محافظة بني سويف أرملة، وعندي 5 أولاد. مشروعي كشك بجالة بدأ صغير جدا، والحمد لله دلوقتي كبر ومصدر رزق لأولادي، وأنا مبسوطة بيه جدا، والحمد لله والشكر لله. شكر لك يا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمان أحمد عبد العال من محافظة الفيوم مركز إقصى، معايا 4 أولاد، وجامعة الأورمان عملت لي مشروع بقرة كانت 10، استلمتها في شهر 8، وولدت عندي في شهر 11، والحمد لله دلوقتي فتحت بيتي منها، والإنتاج بتاعها 25 كيلو في اليوم، بس طبعا مش ليا لوحدي، نص للمولود بتاعها والنص ليا، والحمد لله أنا عايزة أكبر المشروع يبقى عندي بدل الرأس 2 و3. وشكرا. طب خليكم استنوا بس، استنوا رايحين فين؟ أنا لازم أشكركم ولازم أحييكم.
ربنا يا رب يوفقكم، وانا سعيد. وحتى يعني طبعا انتوا نماذج من عدد كبير جدا من المصريات والمصريين اللي شغالين في الاطار اللي هم المستفيدين من في مبادره التمكين الاقتصادي اللي بيتكلموا عنها. لكن انا بشكركم عشان النجاح اللي انتوا حققتوه، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا ويشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. فانا بوجه لكم الشكر كلكم، واتمنى لكم التوفيق، واتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز انسى ان انا اوجه التحيه والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، انا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. وده دور احنا محتاجينه، احنا محتاجين هذا الدور. النهارده لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل، بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وانا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى، بالعكس، واحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. احنا بنتكلم في اكتر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، لكن انا بتكلم تحديدا النهاردة على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الاخرى تنضم، لان الدور المجمع المحشود او المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم. لا طبعا الجهد المتنسق ده او اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنة دي. وبالمناسبة لازم كمان نشكر كل المساهمين طبعا. كل المساهمين من فضلكم، سواء كانوا من مصر او من خارج مصر، نوجه لهم التحية ونشكرهم على دعمهم، لأن الكلام ده بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده الثقة وجواه الخير، اللي عايز القدرة اللي عنده والمساعدة اللي عنده تصل إلى الناس. فإحنا وبالأرقام اللي اتقالت، سواء 10 مليار أو كده، دي عبارة عن أموال متبرعين، مش كده ولا أنا؟ مظبوط يا فندم. فبشكركم، وربنا سبحانه وتعالى يعني وجه لكم الخير على اللي أنتم بتقدموه، ومحتاجين زيادة. إحنا كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة، وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات، يمكن تكون محتاجة مننا إن إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن زي ما أنتوا شايفين الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي، وليها تداعيات على العالم كله. وأنا اتكلمت في الموضوع ده، لكن مش يعني هتكلم فيه تاني، إن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير. وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل، أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22، أنا متصور أنه محتاج يتضاعف هذا الجهد خلال 23. أنتوا قلتوا في 14 مليار هتقدموهم، مش كده دكتور مصطفى؟ هتقدموهم، أنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر، وإحنا من جانبنا كحكومة أو حتى من صندوق زي صندوق تحيا مصر وبقية السنة دي، نكمل الرقم ده أكتر من كده. مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا، وعشان كمان الحكومة تبذل جهد معنا في أن إحنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكم عليه. وأنا يعني أنا على اتصال بيكم، بكلم كتير من الكيانات ديت وبدردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين، زي ما حضرتك كده الجمعية اللي بتعملوها بتاعت إن أنتوا تعملوا جمعية وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا كده. ف يعني متابع وشايف انها افكار السيده رضا يعني وكل اللي موجودين، عشان ما بس سبت حد، افكار جميله جدا جدا وبتتناسب مع ظروف المجتمع، ان هم يتحركوا ويعملوا ياخدوا فدان ثم فدانين ثم ثلاثه. بس احنا لما نجد حد زي الحاجه رضا كده، نخليها بقى مش فدان ولا اتنين، دي تمسك مزرعه لوحدها.
مش كده ولا ايه؟ مش هم لما جابوا لك قالوا لك هناخد البطاطس، مش بطاطس برضه تقصدي؟ لما قالوا البطاطس ب 3000 جنيه مشيت لحته ثانيه وراحت خدت ربنا يا رب يوفقك. وانت طبعا ستات في مصر يعني ستات جدعات يعني، فان شاء الله فبهنيكم مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين، واحنا في 23 مزيد من الجهد، مزيد من الجهد الاهلي، لان احنا الظروف صعبه. وانا بتكلم بمنتهى الصراحه، وده مش معناه ان الحكومه والدوله مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع، لكن عايز اقول ان الظرف صعب جدا. وانا شايف حتى الناس لما بتتكلم يعني مش بيخوفوا بعض، يعني كلام مش متنظم، كلام مش مترتب، وكلام حتى بتاع ناس ما تعرفش حاجه. وانا بتكلم كده بصراحه عشان ليكم انتوا مصريين يا جماعه، اسمعوا مننا، لان احنا مش احنا اصدق من غيرنا، لا، احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا. البيانات والارقام وحتى الحلول بتبقى مطروحه من الدوله، وبالتالي اي اجتهاد من الاخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس يمكن يكون يعمل بلبلة ويزعج الناس اكتر ما الظروف عامله. يعني الظروف اللي موجوده في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس، فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا الناس اكتر، طب النتيجه ايه؟ لو انا النهارده خوفتكم يعني النتيجه ايه؟ ده لمصلحتنا؟ لا، هو احنا ما نقدرش كدوله وكشعب نصمد قدام اي تحدي ولا ايه؟ الكلام ده انا قلته قبل كده في الكاتدرائيه، يعني لو مصر ظروفها صعبه هنتخلى عنها؟ انا بكلمكم كلكم، مش اللي هنا، لا، اللي بيسمعوني في كل حته في مصر، لو ظروف مصر صعبه اهل مصر هيتخلوا عنها؟ هو احنا دخلنا حروب ضيعنا فيها اموال مصر؟ هو احنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها اموال مصر؟ لا لا يا جماعه، ده الظروف صعبه جدا على الدنيا كلها، ودي ازمه مش بتاعتنا، الحرب دي مش بتاعتنا، والموقف اللي حصل ده خلال ازمه كورونا السنتين ولا حتى الازمه الروسيه مصر ما عملتوش، انما مصر بتدفع ثمن زي كل دول العالم ما بتدفع. فاحنا عايزين نبقى حول التعبير الجميل اللي ممكن ما تنسهوش، بطلوا هري بقى. كل سنة وانتم. شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضل. والآن نستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة، نستكمل بعدها فعاليات المؤتمر. وإن اتحادنا دايماً قوة، كل مرة اتحدنا فيها حققنا هدفنا وقدرنا على كل تحدي. احنا أسرة واحدة، كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا. والمجتمع المدني بمختلف تخصصاته ليه دور أساسي في التنمية وفي بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وهي دي أهم خطوة في مشوارنا إننا نكمل بعض. أنا بوجه رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي ده عبارة عن نوايا طيبة وخطط محطوطة علشان تشجع الناس على إنهم يصدقوا إن إحنا كلنا بنكمل بعض في عملنا. وعشان كده أنا بقول لكل الناس إن الناس تهتم بالرسالة دي، كل واحد في الجزء اللي بيخصه، لأن ده اللي بيأدي في الآخر إن إحنا كلنا ننجح.
فلذلك أنا يعني متحمسة جدا للمشروع، متحمسة جدا إن الناس تقدر تعمل يعني رسالة أحسن وأوضح وتوصل للهدف النهائي. عام 2022 كان عام المجتمع المدني، فكان لازم يكون في رؤية جديدة، نتحد عشان نكون أقوى ونقدر بجد نساعد الناس ونوصل للمستحقين في كل مكان في مصر. ومن هنا اتحقق الحلم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أكتر من 30 مؤسسة مجتمع مدني قرروا أنهم يتحدوا ويكملوا بعض. التحالف كان أملاً، حاجات مهمة كنا بنسعى لبنائها بمفردنا، كل مؤسسة وكل جمعية وحدها. يمكن ده تحول غير مسبوق، أن يتحول العمل الأهلي إلى عمل وجزء من خطة الدولة، وده فكر جديد ومنظومة جديدة وغير مسبوقة. فكرة ممتازة لتجميع الجمعيات وإعطائها فرصة للتعامل مع بعض. ممكن يكون في أكثر من 3-4 جمعيات خيرية أو منظمة بيشتغلوا في منطقة واحدة ومنطقة تانية ما فيش حد شغال فيها، فلما نعمل تحالف ده بيخلي الجهود تتوجه لمكانها الصح. التحالف الوطني عمل بيئة مختلفة في التعامل بين المؤسسات المجتمع المدني، نقلها من نقلة من التنافسية إلى الشراكة. والأولوية كانت للدعم الصحي، قوافلنا الطبية لفت كل مكان في مصر، والرعاية الصحية وصلت لكل مستحقيها. بيطلع أساتذة القصر العيني من كل التخصصات بيكشفوا على الناس في القافلة الطبية، والحالات اللي بتحتاج علاج في المستشفى بيتم تحويلها للمستشفيات، واللي هو بيكتب له ومش بيشخص له العلاج ويقول له روح اشتري الدواء، ده بيديله الدواء. او اللي عايز يعمل عمليه بيجي يعمل عمليه في مستشفيات جامعه القاهره ومنها معهد الاوراق. عملنا قافله طبيه شامله بتخصصات طبيه مختلفه، قدمنا الخدمه الطبيه بشكل مجاني لاهالينا في قريه ام دومه، وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله في محافظات ثانيه كتير. في قوافل طبيه بتيجي كشفوا على عيالي وعملوا لهم نظارات. كان عندهم ميه بيضاء على العين، صناع الخير والتحالف خبط علينا قالوا تعكشوا، خدنا العلاج اسبوع وجو قالوا لنا تمشي تعمل عمليات، فجابوا لنا عربيات لحد البيت ومشينا. كانت مشكلتي عندي ميه بيضاء وتغيير عدسات، فجت قافله من المؤسسه فعرفت نفسي عليهم، جبلولي عملوا لي اوراق وحولوني على احسن مستشفيات في مصر. التحالف الوطني ربنا يبارك فيها ويسعدهم جميعا. التحالف كان سند في كل المناسبات والظروف، والقوافل الغذائية وصلت لملايين من الأسر في مختلف محافظات الجمهورية. تجد العمل على أرض الواقع ولقاء التنفيذيين، القاعدة توسعت والخدمات توسعت. هيجي علينا رمضان، فقوافل رمضان وصل الخير، قلنا خلاص هنشتغل مع بعض. انت شفت موضوع القوافل قد ايه كانت جميله وقد ايه كانت تدخل قلوب الناس. علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. انا قدمت على شغل مع صناع الخير. كان عندي البيت ما فيهوش حتى سقف ولا في سباكه ولا في كهرباء ولا في اي حاجه، وقعدنا كده طول الصيف وطول الشتاء اكتر من سنه او سنتين واحنا كده. كنت تعبان بالغضروف، كنتش بقدر اشتغل ولا اقدر اوكل اولادي ولا كده. عندهم خبر اني انا راجل يعني ذو احتياج وما عنديش دخل، فجمعيه اورمان ساعدتني في توصيله وصله المياه. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بصناع الخير، خدوا مني البيت وطلعوني وهم كفلوا بكل حاجه بصراحه يعني، وما اعتنيش هم اي حاجه، واستلمت منهم البيت على هذا الوضع. قدرت تطلعني من اللي انا كنت فيه وبقيت انا في المكان دي دلوقتي، انا ذات نفسي مش مصدقه خالص. انا بالصدفه كنت قاعده بتفرج على التلفزيون ولقيت رقم، شفتهم عاملين بيوت زي بيتي كده، واتصلت بيهم وقلت لهم ان انا مطلقه وعندي ولدين والبيت بتاعي ما فيهوش سقف وعايزه سقف بس، حتى لو تعملوا لي تحبكوا لي اوضه بس احبكوا لي خشب حتى. فبالفعل بعدها باسبوع حد جاني وصور البيت، قلت لهم ليه؟ قالوا احنا هنصب لك البيت. فبصراحه ما كنتش مصدقه خالص. بعدها بيومين بالظبط نزلوا لي الخشب وصبوا لي البيت، شطبوه محاره وكهرباء وسباكه وسيراميك ونقاشه وحاجات انا ما كنتش متخيلها ومش متوقعها اصلا. لما جم فتحوا الورشه دي بصيت لقيتهم خبطوا على بابي وقالوا لي تعالي اشتغل. انا ما كانش في مصدر رزق الاول خالص، فبصراحه لما اشتغلت وفرت معايا كتير وكويس. عرفت التحالف ان هي بتعمل حاجات كتير للناس، فجيت اتواصلت معاهم لحد ما وصلت لهم وكلمتهم قلت لهم انا تعبان ما بقدرش اشتغل، فهم ساعدوني وجابوني التريسك. انا كانت مشكلتي ان الحياه كانت صعبه شويه، وجوزي كان ساب الشغل ورجع اشتغل شغلانه يعني بسيطه ومرتبه يعني بسيط،
فأنا جيت هنا المؤسسة اتعلمت الخياطة واشتغلت بقيت أساعد جوزي بيها. زودنا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وقدمنا معاشات شهرية ل 600 ألف أسرة. وختام سنة 2022 كان قوافل ستر وعافية. ظهرت قوافل ستر وعافية اللي هي كانت مرحلة أو تغير نوعي في الشغل. نقعد مثلاً 3-4 أيام نجهز. وبعدين الشباب خلاص جهزوا كل الإمكانيات من مواد تموينية، من ملابس، من بطاطين، من أدوية، من لعب أطفال. إحنا عملنا ما شاء الله فترة قليلة جداً 16 قافلة. إحنا بدأناها بسهاج ونهيناها برضو بسهاج، وفي الوسط بقى رحنا الإسماعيلية ورحنا المنوفية ورحنا الشرقية ورحنا الجيزة. ومع بداية عام جديد نقدر نقول إن نجاح التحالف اترجم لعدد كبير من المستحقين. وده اتحقق بمبادرات لفت مصر كلها. ودينا البطاطين والحفا وكلام ده كله في رمضان، الشنط بتاعت رمضان، في العيد اللحوم. من ضمن القوافل وزعنا حلاوة المولد. الناس الحقيقة بسطت شنط المدارس. الناس يعني سعيدة إنك تلاقي في الآخر حد حس بيك بولادك وبإن إحنا بلد كلنا بنحب بعض. ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة تصل إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه. مبادرة إزرع تم زراعتها تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة. اللي اتحقق في 2022 كان معجزة بكل المقاييس بعد انضمام عدد كبير من المتطوعين والجمعيات لمظلة التحالف الوطني. والهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، جاهزين بخطط 2023 اللي هتكمل مشوار التحالف وتساعده يوصل لعدد أكبر من المستفيدين. وهنكمل الحلم اللي تحول لحقيقة مؤثرة في أقل من سنة، نوصل لكل أهالينا، ما نسيبش مصري محتاج مساعدة، مدعومين بقوة مؤسساتنا وحماس متطوعينا في كل مكان على أرض مصر، وبدفعة رموز العمل الخيري اللي دعمونا في بداية مشوارنا وبنهدي نجاحنا ليهم. الدكتورة أنيسة حسونة، الشريكة المؤسسة في التحالف الوطني اللي رغم فراقها لينا لكن الطاقة اللي سابتها لنا في التحالف لسه بتقوينا وبتفكرنا برسالتها. هو احنا هدفنا ايه في الاخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعضه البعض، يبقى بيتكامل مع بعضه البعض، وبيحقق الحاجات اللي احنا منتظرينها، مش اكتر من كده. فانا رأيي ده مشروع رائع، ان شاء الله هيجيب نتائج كويسة جدا.